المصرية ان شاء الله كابتن نور هو اللي يربح ان شاء الله باذن الله نتيجه ومرضيه وحتى لما ربحش احنا نساندوا لي الاهل. قولي لي بقى قابلتك اي مشاكل عقبات في استخراج التذاكر في المواصلات؟ قولي لي يعني في اي مشكله قابلتك؟ الحمد لله بطوله تنظيميا على اعلى الحمد لله كل حاجه تمام واحنا بنفتخر جدا ان احنا في يعني هو ده الاسد اللي انا قدرت الاقيه يعني عشان اجيب التشجيع طلع كبير شويه واللياقه البدنيه مش عاليه بس ان شاء الله اللاعبين لياقتهم احسن. وانت رايك ايه في تنظيم البطوله في مصر؟ تنظيم رائع رائع رائع. توقعاتكم النهارده للمباراه؟ ان شاء الله 3-0 المغرب طبعا يعني. المهم الفوز مش مهم مش مهم الحصه المهم الفوز. وتوقعاتكم للادوار الجايه ان شاء الله في المغرب؟ ايوه ان شاء الله. ان شاء الله المغرب في النهايه مع مصر. مع مصر؟ اه. وفي النهايه مع مصر مين اللي هيكسب؟ ساعتها اوميغا هنشوف. هتفرق يعني؟ المغرب مصر. مغرب مصر. ونتمنى في النهائي. وتتمنى النهائي لمين؟ للعرب. يعني تفرق لو مصر خدتها او المغرب خدتها ولا هتبقى سعيد؟ زي بعض زي بعضه يعني. نورتونا نورتونا. انتوا ايه رايكم في التنظيم وفي موضوع التذاكر وفي موضوع الدخول والكلام ده؟ صغيره ان هو معقد تعقيدات يعني ولكن تمام تمام. لحظات اخيره تدارك الموقف وخلوا الناس تدخل. نورتونا نورتونا نورتوا مصر. مصر على راسنا. والبطوله ان شاء الله حتكون احلى واحنا شفنا لما دخلنا كله تمام وعملوا لنا يعني تسهيلات كثيره وورونا من نروح منين وشكرا وتحيا مصر. وتوقعاتكم ايه للمباراه النهارده؟ المباراه حتكون 1-0 بنالتي. طب وتوقعاتكم ايه للمغرب في الادوار الجايه؟ المغرب بنالتي. بالتوفيق ان شاء الله.